شفت يا شعبولة الولية مسكت جوزها قتلته وقطعته. ملهاش حق بصراحة. هو ايه ده يا اخويا اللي ملهاش حق؟ ما منال كشفت كل الحقيقة. انت الست منال دي هرشت لك دماغك. هرشت دماغي ازاي؟ بقول لك ده الراجل كان مجوعها، ده بخيل. تقوم تقتله. تقتله يستحق القتل، ما هم الرجالة كلهم كده، عايزين الحرق كده بجاز مخشوش. طب ما تجمعيش يا هبة. لو سمحت عايزين كريم. يلا جايز ايه، ما عندناش كريم. شعبولة. نعم. ايدك على 400 جنيه. ايه؟ 400 جنيه. بتوع ايه ان شاء الله؟ عايز اشتري صندل. صندل ب 400 جنيه؟ ما انا لسه مديك 40 جنيه جبت بيهم شبشب. ايوه ده شبشب، انما الصندل تحط صفر جنبه على طول. ايدك. وبحبح ايدك شوية عشان انت عارف الرجالة. أيوة عارف. البخلة بيحصل فيهم ايه؟ خد يا روحي 1000 جنيه هم، عشان يمكن تبقي محتاجة تشتري شراب مع الصندل حبيبي.